اللي حصل ان البنك المركزي لما قرر ان هو في اجتماع استثنائي ان هو يرفع سعر الفايده وان هو يسمح ببعض الحركه لسعر الصرف، هو بيبعت رساله للسوق كله. الرساله دي مفادها ان هو ان في الدوله المصريه ان الاقتصاد المصري لديه مؤسسات نقديه، المؤسسات دي متابعه اللي بيحصل، المؤسسات دي صاحيه متيقظه للي بيحصل حوالين العالم، ولديها ردات فعل سريعه واستباقيه قبل ما الازمه تتفاقم، لان في بنوك مركزيه اخرى اتصرفت متاخر. في بنوك مركزيه لحد هذه اللحظه لم تتخذ اي قرار او رد فعل تجاه الازمه العالميه. فاول رساله من اللي بيحصل ده ان البنك المركزي بيقول للمستثمرين المحليين وللمستهلك ولشركائنا من المؤسسات الدوليه، حكومات او شركات او صناديق استثمار او بنوك، بيقول لهم ان احنا صاحيين ومتيقظين للي بيحصل. ده اول رساله. تاني رساله انه ليه رفع سعر الفايده؟ لانه البنوك المركزيه بتلجا لرفع سعر الفايده لما التضخم بيخرج عن سيطرتها. احنا عندنا التضخم النهارده في حدود 8% تقريبا متوسط يعني لكل الجمهوريه، طبعا بتختلف من المدن الى الريف، لكن بشكل عام المتوسط حدود 8%. لسه ما خرجناش عن النطاق المستهدف اللي هو 9%. البنك المركزي بيقول ان احنا لو عدينا 9% كده التضخم بيخرج عن السيطره. احنا لسه جوه النطاق المستهدف ده، لكن مع ذلك البنك المركزي قرر يتحرك قبل ما نكسر حاجز ال 9% اللي هو كان محدده، لانه لو كسرناه واستنينا ساعتها هيكون رد الفعل ده متاخر. لما بيرفع سعر الفايده ده معناه ان هو بيقدم اغراءات للمواطن العادي، لاي حد معاه مدخرات، بيقول له ان انت لو حطيت فلوسك في البنوك هتاخد عليها مكسب اكبر مما سبق، فانا برفع لك سعر الفايده يعني برفع لك الربحيه بتاعتك. فالناس اللي معاها دولار، معاها ذهب، مع اي مدخرات سايله او جامده بيسيلها ويروح يحطها في الشهاده اللي تم طرحها جديد اللي هي ال 18%. ده سعر عائد قياسي وغير مسبوق، تقريبا غير مش موجود في العالم العائد ده، انه في بنك يكون بيعرض 18% مكسب. والتنازل عن الدولار، ودي اهم حاجه، انه رفع سعر الفايده بيخلي الناس تتوقف عن الدولره، انه تدمير فكره ظهور او احتماليه ظهور سوق سودا، تدمير الفكره دي من مهدها بيستلزم رفع سعر الفايده عشان الناس بارادتها الحره تروح للبنوك وتتنازل عن الدولار. الحكومه خصصت او اعلنت عن تخصيص 130 مليار جنيه عشان تحاول تخفف من اثار الازمه على الناس. ال 130 مليار جنيه دي جزء من احتياطات تم تكوينها في السنين اللي فاتت، والاحتياطات دي هي جزء رئيسي من حاله النمو الاقتصادي اللي ادت الى تحقيق فائض في الموازنه، اللي ادى بالتبعيه الى مراكمه احتياطات ما كناش قادرين نعملها قبل كده، قبل برنامج الاصلاح الاقتصادي. ولولا ان احنا عملنا تعديل المسار في 3 نوفمبر 2016 ما كناش ابدا هنقدر نعمل الفوائد دي. فالنهارده الفوائد دي هي اللي بتساعدنا ان احنا مش نقضي على الازمه، لا، نخفف الازمه شويه. هل ال 130 مليار جنيه دي تكفي كل السكان ال 103 مليون نسمه؟ لا طبعا لا تكفيهم. مفيش حكومه في العالم هتقدر تكفي كل مواطنيها، ولا حتى الولايات المتحده الامريكيه، ولا الصين، ولا اوروبا. احنا بنشوف ازمات النهارده كوارث غير مسبوقه وما حصلتش في الاقتصاد العالمي قبل كده، في دول كبيره ودول صناعيه ومتقدمه لديها فوائد 20 او 30 ضعف مصر. الفكره كلها انه الحكومه بتشوف مين هو الاكثر الفئات الهشه والضعيفه الاضعف على الاطلاق، تحاول ان هي تساعدهم قدر المستطاع. فبالتالي جزء من 130 مليار جنيه دي هنشوفه في ضم حوالي 500,000 اسره لتكافل وكرامه، التعجل في زياده المرتبات بدل ما بقى تبقى 1 يوليو بقت 1 ابريل. كل دي اجراءات ممكن بعض الناس تشوف ان هي غير كافيه، لان بعض الناس حتى تقدر تشوف على السوشيال ميديا ان هم بينتقدوا بشيء من السخريه، انه ايه يعني 130 جنيه زياده في المرتب او 100 جنيه علاوه. في بعض الناس بتسخر من ده، لكن ما حدش قال ان الاقتصاد المصري ده اقتصاد فائق القدرات. وزي ما انا قلت، ما فيش دوله في العالم ولا حكومه عندها القدره على ان هي تدعم وتخفف الاثار التضخميه عن كل الناس. النهارده في اسبانيا بنشوف في بعض السوبر ماركت
لافتات بتتحط على أرفف السوبر ماركت بتحدد الحصص المخصصة لكل مستهلك بيشتري من المحل ده في البقالة، ان انت مالكش اكتر من كيس سكر او مالكش اكتر من ازازتين زيت بتتحدد. دي اسبانيا اللي هي دولة زراعية كبيرة ودولة من دول منطقة اليورو يعني. في المانيا وهولندا واسبانيا برضو حصل اول امبارح مظاهرات بالشاحنات، سواقين التريلات والقطرات الشاحنات الكبيرة شاحنات نقل البضائع عملوا مظاهرة وقفلوا شوارع كاملة احتجاجا على تضاعف سعر الوقود، لتر الوقود. في أمريكا جالون الوقود النهاردة وصل لخمسة دولار، زي النهاردة من سنة كان باتنين ونص دولار. الصين نفس الكلام، ألمانيا مش قادرة تدعم فاتورة الغاز والكهرباء. احنا اقتصاد ناشئ بنحقق معدات نمو جيدة لكن قدرتنا لها سقف. بالنسبة للمشروعات القومية عدد كبير من الناس بيتكلم عن ان هي سبب من أسباب الأزمة الاقتصادية اللي بتحصل حاليا وسبب من أسباب تراجع قيمة الجنيه، وده كلام مش صحيح. لأنه هو المشروعات القومية لو إحنا ما كناش عملناها كان منتظر إيه اللي يحصل بفلوسها؟ أولا المشروعات القومية دي بيشتغل فيها المشاريع دي ملايين الناس، على الأقل بحسب رئيس الوزراء في إحدى المناسبات قال إن هو مش إن هي بتشغل مش أقل من 5 مليون بني آدم، يعني 5 مليون بيت مفتوح من المشاريع دي. فالناس دي لو قعدت في البيت، هل انت كحد بتنادي بوقف هذه المشروعات هتقدر تتحمل مسؤولية حاجة زي دي؟ فبالتالي الأصوات دي والمدرسة دي في الاقتصاد يعني اللي هي بتقول نوقف الإنفاق أو نقلل الإنفاق وإن المشاريع دي ملهاش لازمة أو الأولويات خاطئة، احمد ربنا إن المدرسة دي مش هي المدرسة الحاكمة للاقتصاد المصري، لأن لو ده بيحصل كنا هنشوف كوارث أكبر من كده بكتير. دي أول حاجة. تاني حاجة، اللي بيشتغل في المشاريع دي مش بس الحكومة، الحكومة هي مجرد مشرف ومخطط، شركات القطاع الخاص هي اللي بتشتغل في 99% من المشاريع دي. وانت مش محتاج تشوف دليل على صحة كلامي ده غير انت تشوف اليافطة اللي بتتكتب على اي مشروع، الاستشاري والمالك والمنفذ، واعمل سيرش على الشركات دي تلاقي كلها شركات عائلية وشركات قطاع خاص. فدي الشركات دي بتشتغل، بتشغل ناس، الشركات دي بتكسب، تدفع ضرائب على المكاسب دي، خزينة الدولة بتستفيد منها، البطالة بتنخفض، معدل النمو الاقتصادي بيزيد. فمكسب للجميع، مكسب للقطاع الخاص ومكسب للحكومة، مكسب للناس ان هم بيلاقوا فلوس يروحوا بيها ويشتروا بيها. الناس دي لما تقبض اليومية بتاعتها بيشتروا منتجات، بيشتروا سلع، فبيشغلوا مصانع من وراهم، بيشغلوا تجار، التجار بيشغلوا مصانع، المصانع بتشتغل، مزارع بتشتغل، انتاج، حركة متكاملة، دايرة اقتصادية كاملة بتشتغل من ورا الخمسة مليون عامل وإداري وفني وموظف في هذه المشروعات القومية. المشروعات القومية دي كمان آخر حاجة إن هي بتشتغل بالجنيه المصري، ملهاش أي علاقة بالنقد الأجنبي، ملهاش أي علاقة. حتى لو بيحصل استيراد لبعض مكونات الإنتاج فهي حاجات بسيطة جدا، مش بتضغط على العملة الصعبة أو الاحتياط النقدي. الرؤية الاقتصادية اللي وضعها السيد الرئيس بداية من 2014، بداية من أول مشروع بدأناه، مشروع حفر قناة السويس، وعدها 3 نوفمبر 2016 بتحرير سعر الصرف، دول عمودين رئيسيين هم اللي لحد النهاردة الاقتصاد المصري بيعمل بشكل طبيعي بفضل هذه القرارات. العمودين دول المشروعات القومية اللي بدايتها كان حفر قناة السويس، والإصلاح الاقتصادي اللي بدايته كان تحرير سعر الصرف 3 نوفمبر 2016. فأغسطس 2014 نوفمبر 2016 دي تواريخ ومناسبات غاية في الأهمية في تاريخ الاقتصاد المصري، ولولا الرؤية والإرادة السياسية عند قيادة الدولة إن احنا نمشي في هذا المسار ونتوقف عن سياسة المسكنات. تخيل النهاردة لو احنا عندنا الصوامع القديمة وما كناش أطلقنا برنامج الصوامع اللي احنا عملناه اللي رفع قدرتنا على التخزين، كنا هنعمل ايه في أزمة زي دي؟ احنا كان عندنا قدرة على تخزين القمح قبل 2014 لا تتجاوز 1.5 مليون طن، ده ما يكفناش أكتر من أربع أسابيع. في دول صغيرة هنا في إقليمنا الشرق الأوسط، دول صغيرة جدا لا تقارن بمصر، عندها مخزون أكبر من كده. تخيل مصر الدولة الضخمة دي كان 4 أسابيع فقط القمح يكفيها، بعد كده مجاعة، خصوصا لما أوكرانيا وروسيا منعوا التصدير كنا نواجه مشاكل مع الاحتياط النقدي وقتها اللي هو كان لا يتجاوز 14 مليار دولار، لا يمكننا التصرف في أكتر من نصه،
مش بتاعنا. لكن النهارده عندنا مخزون يكفينا من 3 ل 4 شهور، مش بس القمح، مثلا الدواجن عندنا مخزون يكفينا 29 شهر، السكر والزيت والرز ما بين 4 شهور و6 شهور. الاربع شهور وست شهور وال29 شهر دي بتفيدنا في ايه؟ بتفيدنا انه الموضوع شبه ان انت بتحاول تمسك درع، انت في وسط عاصفه ومحتاج الدرع ده ان هو يحميك اثناء العاصفه دي لحد ما تمر العاصفه، فتقدر ان انت تلبي احتياجات الناس من القمح والسلع لحد ما تمر الازمه. فبالتالي وجود البرنامج القومي للصوامع ده، تخيل لو ما حصلش كنا هيحصل كارثه. عندنا كمان البنيه التحتيه واللي حصل فيها، الكهرباء، الميه، ميه الشرب، برنامج حياه كريمه، الحاجات دي ادت لايه؟ ادت ان احنا النهارده في القطاع الخاص، ان القطاع الخاص بيشتغل بشكل طبيعي، انه دوران الاقتصاد نفسه بيكون طبيعي. النهارده الناس بتقبض مرتباتها بشكل طبيعي، البنوك بتشتغل بشكل طبيعي. خلينا نفتكر قبل كده الوضع كان عامل ازاي. كان عندنا ازمه في الادويه، ادويه السرطان والقلب والكلى، ادويه مهمه كانت قبل 2016 ما كناش لاقيينها. كان عندنا ازمات كتيره جدا، ازمه انابيب بوتاجاز، كنا هنعمل ايه؟ تخيل بقى ازمه في السكر، وازمه في السلع، وازمه في القمح، وازمه في الاحتياطي النقدي، وازمه في البنوك، وازمه في المرتبات، والناس مفيش مشروعات قوميه، فال5 مليون دول مش لاقيين ياكلوا. الوضع كان بيعمل ازاي؟ كانت الدوله كلها لا قدر الله كان هيحصل تفكك كامل للاقتصاد والمجتمع. التذبذب اللي حصل او انخفاض قيمه الجنيه المصري اللي حصل اخر يومين، ده جزء من موجة بتضرب كل عملات الاقتصادات الناشئه، ما هياش حالة شاذة أو استثنائية. وده مش حجة بنقولها عشان نغطي على مشاكل داخلية، ولا هو استغلال لأزمة عالمية عشان نغطي على أزمة محلية. ده مش حقيقي، دي فعلا أزمة عالمية. فالنهاردة انت لما تيجي تبص على عملات الدول اللي قريبة مننا، اللي هي بنسميها في الاقتصاد الإميرجينج ماركتس، الاقتصادات الناشئة، ما بنقارنش باليورو أو ألمانيا أو اليابان، بنقارن بدول في نفس الكاتيجوري بتاعنا. تبص مثلا على الروبية الهندية، الروبية الباكستانية، تبص على البيزو الأرجنتيني، بيزو تشيلي، تبص على الليرة التركية. طبعا ما بناخدش عملات مدعومة أو مثبتة زي عملات دول الخليج العربي مثلا، دي كلها عملات معومة أو عندها تعويم مضار، وعملات اقتصادات ناشئة قيمتها أمام الدولار ما بين 5% إلى 90%. أسوأ عملة كانت الليرة التركية. فالأزمة العالمية بتضرب كل العالم. أخرج من الحالة المصرية، روح لأمريكا، البنك المركزي الأمريكي رفع الفائدة، تخيل إيه اللي هيحصل من كل بقى العالم. أي حد معاه فلوس، المستثمرين بقى بالذات الصناديق الكبيرة اللي معاه مليارات، مئات المليارات، تريليونات بتتحرك حوالين العالم، عايزة مكسب أكبر، رغم إن هي ربع نقطة مئوية فقط، بس ده على سكيل كبير، على مقاس كبير، مليارات. الربع نقطة مئوية دي بتعمل رقم كبير قوي من المكاسب. الفيدرالي الأمريكي أول مرة يرفع الفائدة من 2018، من 4 سنين، فبالتالي ده حدث تاريخي بالنسبة لهم، فيروحوا ياخدوا مكسب أكبر هناك ويستثمروا في الدولار الأمريكي. فإحنا عشان نحاول إن إحنا نقول لهم لا ما تعملوش كده، فإحنا محتاجين كمان نرفع الفائدة إحنا كمان، وماشيين بالمواكبة مع التطورات اللي بتحصل. العالم دلوقتي أصبح فيه أسعار أحسن وأرباح أحسن واستثمارات أحسن، فيا إما تواكبهم يا إما هتقع. فالنهاردة سعر الجنيه لما يبقى أرخص بالنسبة لهم، حط نفسك بقى مكان المستثمر اللي معاه دولار. الدولار الامريكي الواحد اللي كان بيجيب 15.5 النهارده بقى يجيب 18.5، فبالنسبه له دي عمله بقت ارخص، فبالنسبه له ده مكسب اكبر. دي اول حاجه. تاني حاجه، لما انت ترفع سعر الفايده، ده معناها ان انا كمستثمر عندك هكسب اكتر، فده بيخلي ان هو ما يسحبش فلوسه ويروح امريكا، مش كله، قدر المستطاع. اخر رقم نعرفه ان في يناير اللي فات استثمارات الاجانب، المستثمرين الاجانب في سندات واذون للخزانه المصريه كانت 21 مليار دولار. الرقم ده اكيد قل بعد، اكيد قل قبل قرار البنك المركزي برفع سعر الفايده، يعني لحد قبل 21 مارس الحالي. بعد كده اكيد لحد 21 مارس انخفض، بس بعد قرار رفع الفايده هيرجع يرتفع تاني. فاحنا هنحاول نكبح شويه خروج الاجانب وخروج المستثمرين من السوق المصري. دلوقتي في توقعات كتيره بتتكلم عن انه سعر برميل البترول حاليا هو 115 دولار للبرميل خام برنت. في توقعات بتتكلم عن ان هو ممكن يروح ل 150 200. الرقم اللي احنا فيه النهارده ده ما كانش حد يتخيله من سنه برضو، فمفيش رقم مستحيل. المشكله دلوقتي هل الاقتصاد العالمي يقدر يتحمل الارقام دي؟ الوصول لرقم 150 ده خطير جدا.
هو مفيد طبعا لكل الدول المصدره للنفط. اي دوله بتصدر برميل واحد تستفيد من الرقم ده. ايه هي الارتدادات؟ هو في مكاسب حتى على الدول المصدره للنفط، في ارتدادات سلبيه، في انعكاسات سلبيه كبيره جدا، اهمها انه كلنا هندخل في ركود عالمي، والاسوأ من كده يا ريت هو ركود بيحصل في وقت الاسعار مستقره. لا، احنا النهارده لو حصل ركود اقتصادي او انكماش على الاقل بيحصل في وقت الاسعار فيه غير طبيعيه. يعني الفاو منظمه الاغذيه العالميه بتتكلم عن ان الازمه دي ما حصلتش من عقود، ازمه اسعار الغذاء، فهيبقى انكماش مع تضخم، ركود مع اسعار عاليه. فتجاوز سعر برميل البترول لسعر التوازني، في سعر كده توازني، اي الاقتصاد مش بس الاقتصاد مصر، الاقتصاد العالمي، اقتصاد اي دوله قائم على فكره التوازن، مفيش رقم هو الافضل على الاطلاق. النمو الاقتصادي مش شرط ان رقم 13% نمو يكون احسن من رقم 5%، لا، 13% نمو لما يكون نمو مرتفع جدا ده معناها ارتفاع سخونه الاقتصاد ممكن يعمل تضخم، فدي مش حاجه حلوه. في رقم توازني، لا احنا عايزين ننزل تحت قوي ولا نطلع فوق قوي. نفس الكلام على التضخم، نفس الكلام على البطاله، نفس الكلام على سعر برميل البترول. في رايي السعر التوازني ده في تقديرات كتيره منها وكاله الطاقه الامريكيه ومنها وكاله الطاقه الدوليه منها اوبك شايفين ان الرقم الحالي ده 115 رقم غير توازني، وفعلا هو رقم بيضر الاقتصاد العالمي. النهارده تقديرات النمو العالميه انخفضت جدا ولسه هتنخفض اكتر. كنا بنتكلم في 5.5%، النهارده بنتكلم في 4.4%، بكره لو استمرت الازمه الاوكرانيه وارتفاع سعر برميل النفط اكتر من كده هنتكلم في 3%. كل ده بيأذي العالم كله حتى الدول المصدره للنفط. فبالتالي السعر التوازني قد يكون في حدود $80 للبرميل، اقصى حاجه $90، اكتر من كده بيأذي الاقتصاد العالمي كله وبيأذي المستورد والمصدر. مصر هنا دوله بتصدر جزء من صادراتها نفطيه، حوالي 15-20% من صادراتنا نفطيه، فاحنا بنستفيد من الحاله دي. مصر والجزائر وانجولا ونيجيريا وهولندا والنرويج، كل دي بدائل لاوروبا للغاز الروسي. يعني تضاعف سعر عقود الغاز اكتر بكتير من تضاعف سعر برميل البترول. برميل البترول النهارده 115، من سنه كان حوالي حاجه 40، فالتضاعف كان 3 مرات تقريبا في برميل البترول، في الغاز 5 مرات. فالاهم من كده ان الغاز هو مصدر طاقه المستقبل كمان، واحنا بننتقل من الهيدروكربون الى الطاقه المتجدده. فالازمه بتطول كل مصادر الطاقه، البترول والغاز، كل ده غير مفيد للعالم، بيضر كل الدول المصدره والمستورده للنفط. النهارده ما يشهده الاقتصاد الاوروبي، اقتصاد منطقه اليورو، هو امر غير مسبوق وغير طبيعي من الحرب العالميه الثانيه تقريبا. لم تحدث ازمه بهذا الشكل، مش بس في الطاقه، في كل شيء. تضخم النهارده بيتجاوز 5-6%، في بعض دول اوروبا بيتجاوز 7%. المركزي الانجليزي، بنك انجلترا المركزي، ان هو يرفع الفايده هو كمان عشان يحاول يكبح التضخم. في طوابير في على السوبر ماركت في دول كتيره زي ما سبق وقلت اسبانيا، مع انها دوله زراعيه كبيره بتنتج كتير، ورغم ان اوروبا فيها دول صناعيه برضو كبيره عندها احتياطات ضخمه، الا انها برضو كانت غير قادره على ان هي تحمي مواطنيها من اي اثار وارتدادات للازمه العالميه، رغم الفوائد الضخمه اللي عند دوله زي المانيا. المانيا اقتصاد ضخم جدا، 3-4 تريليون يورو حجمه، وفي النهايه كل العالم بيدفع ثمن اللي بيحصل ده. اوروبا دفعت الثمن، التضخم النهارده وصل لمراحل قياسيه، ومش وارد ان هو قريب الازمه دي تنتهي.